النهارده احنا هنشوف ارخص شقه ضد افخم شقه على البحر في اسكندريه. بس قبل ما نكمل الفيديو عايزكم توصلوا الفيديو ده ل 10000 لايك عشان تدعموني ان احنا نكمل في السلسله دي مع بعض. اول ما بتدخل عندك السفره قدامك يعني عشان لو انت عايز تاكل او حاجه، وبرده موجود الانتري يعني اللي في الصاله. فخلينا نشوف يعني هنا عندك 5 كراسي، بس الكراسي طبعا يعني خايف ان انا اقعد عليها صراحه، يعني هو كويس ثابت بس ما تدوش الامان قوي يعني. بص بيروح وبيجي معاك. هنا بقى المطبخ، المفروض ان ده مطبخ امريكاني، حضر بقى الحاجه هنا وتحطها هنا، ولكن مش امريكاني قوي يعني، لان هنا برضو الدنيا متواضعه خالص يعني. الوضع متواضع يعني، هو مش متواضع، هو الوضع مخيف صراحه. هنا بس انت تحط الحاجه هتقع على طول، مش افضل حاجه. يا ساتر يا رب، والله اقسم بالله انا خايف حاجه تنط في وشي. بس هو هنا يعني انت ما ينفعش انت برضه تحط حاجه هنا يعني، هنا دي فاضيه خالص. نص درفه، درفه واحده اللي شغاله فوق، ولكن ظريف يعني. ده المتوقع من اختيار اقتصادي، بس انا يعني شفت اختيارات اقتصاديه كان بيبقى الاهتمام بيها اكتر من كده صراحه. عندك هنا سخان طبعا، وهو مطبخ بالكامل محتاج مطبخ. كويس ان هم حاطين فلتر، ده شيء رائع صراحه. بس هل شغال ولا لا؟ يعني شغال صح؟ لا لا احنا ظلمناه، شغال 3 مراحل وبتاع وبيروق عليك يعني، فيه اهتمام. بوتاجاز هنا برضه موجود، 4 عيون وانبوبه دمها خفيف يعني. هو ايه اللي موجود هنا يعني؟ يعني ايه ده؟ ما هو هي حله واحده وحاجات غير مفهومه تاني. اغرب مطبخ شفته في حياتي. فاهم ان الاختيارات الاقتصاديه مش هتلاقي ان انت حاجه واو، ولكن الحاجه برضه المفروض تبقى قابله للاستخدام يعني. ما ينفعش المطبخ يبقى مكسر، ما ينفعش المنظر ده صراحه، مش الطف حاجه. عندك برضه هنا الثلاجه شكلها مبهج شويه صراحه، ال جي وبتاع وعليها ضمان 10 سنين وزي الفل. الثلاجه نظيفه من جوه صراحه، على عكس ما انا كنت متوقع يعني. كنت متوقع انها تبقى سيئه ولكن ظريفه. خلينا نتفرج على غرف. دي المفروض اوضه نوم لشخصين، ولكن متواضعه ازيد من اللازم يعني. عندك هنا تسريحه برضو بايظه خالص، وكمان حاجه على الطرف تحس انها هتقع. ما سلام عليكم. بص انا خايف والله، خايف افتح متلصمه، تحس ان الموضوع يعني بالظبط، تحس ان قصه لا، هي دي غير قابله للاستخدام، ما فيهاش ولكن، لانك انت الموضوع فيه مخاطره يعني. قصه بتاع على الطرف ده يعني صراحه مش ممكن يقع على حد او حاجه، مش افضل اختيار. تفتكر التكييف ده شغال؟ والله ما اعتقدش، لسبب بسيط، لان هو مش متوصل بالكهرباء اصلا، هو تكييف منظر كده محطوط وخلاص. السرير شكله ظريف، ولكن ليفل النظافه مخوفني يعني من اللي انا شايفه بره، لان بص الملايه مش نظيفه تماما يعني، الملايه مش كويسه خالص، مليانه تراب وكده يعني، ممكن الناس تتعب يعني. موضوع الحساسيه، الموضوع انت ممكن تنام في حته فيها تراب زي كده، ده يجيب لك حاجه على صدرك او كده، ده مش افضل اختيار، فانا مش هجرب السرير. خلينا نشوف الغرفه الثانيه مع بعض. غرفه النوم الرئيسيه، عندك سرير كبير يعني تحس ان هو مركبه فضائيه. شوف الحته اللي هناك دي، وانا مش عارف المفروض يبقى في حاجه تحت ولا هو تصميمه كده، ولكن سرير كتصميم جديد بالنسبه لي يعني. طبعا برضو عندك الدولاب هنا كبير جدا يعني، افتح ولا انا خايف اقسم بالله يعني. الدولاب كبير وظريف الحمد لله، الدولاب نظيف من جوه، فده مؤشر كويس. بقى لما جوه في الغرفه مخيفه شويه في حته ان هو في صوت كده، سمعت تتفجر في وقت. سمعك الصوت. بصوا في تكييف فوق السرير، عشان اعتقد بقى التكييف ده ممكن يكون شغال. خلينا نشوف يعني زرار التكييف هنا، خلينا نتاكد اذا كان شغال ولا لا. هو مش حاطط لك ريموت؟ التكييف مش شغال، لانه اصلا هو مش حاطط ريموت، زرار مش بيشغله، مفيش اي حاجه. التكييف دوت زي التكييف التاني يعني، مجرد ديكور يعني، مش شغال يعني. سخيف برضو هنا ان هو الشباك اللي فوق السرير بقى يعني، في شباك فوق السرير على طول عشان ما يدخلش الشمس. هم مش حاطين ستاره ولا اي حاجه، هم دهنينه او معرفش حاطين ستيكر او حاجه زي كده عشان خاطر يمنع الشمس انها تخش لك. شكل مش افضل حاجه يعني. هنا طبعا التسريحه، حاطط لك بقى كرسي للتسريحه وبتاع، مروق عليك يعني، حاطط لك كرسي ومظبط الدنيا. في بلكونه بقى صغيره، تعالى نشوف ايه اللي موجود جوه البلكونه. البلكونه جانبيه يعني، اعتقادي الشخصي انها برضو مش مفيده، لانك انت كمساحه هنا ما تقدرش ان انت تحط كرسي وتقعد يعني، تقعد كده مش يعني مش عارف. الصوره عالي شويه، فانا لو قعدت مش هشوف المنظر بتاع البحر، بس هو في منظر البحر يعني. لو انت بصيت من هنا هتقدر انت تشوف منظر البحر، لو انت بصيت على اليمين تقدر تشوف البحر. هنا برضه حاطط لك ايه، في منشر غسيل لو انت تغسل حاجه وعايز تنشرها وكده، ظبط الدنيا. تعالى مع بعض نشوف الحمام يعني، مش حاسس في حاجه غلط. الحمام يعني برضه اقل من البسيط شويه، فكره ان الموضوع تحس ان هو يعني مفيش خالص. الحمام صعب ديت، ما اعرفش دي مكسوره ولا واقعه يعني، خلينا نشوف. مش مكسوره هي، بس واقعه بس كده، كل الاتجاهات والزوايا. حمام بسيط متواضع مفيش قصه، بس هنا انا عايز اعرف هنا كان في ايه يعني. هنا دي كان في هنا مرايه او في حاجه، بس هم شالوها وما حطوهاش تاني بقى، قال خلاص مفيش مرايات في الحمام، محدش هيشوف نفسه. خلينا نشوف بقى اخر حاجه في الشقه، وهي الفيو. برغم ان انت برضو يعني على ارتفاع كبير جدا، على ارتفاع 21 دور تقريبا، بس برضو في عمارتين قدامك فحاجبين عنك الرؤيه الكامله للبحر، ولكن انت شايف البحر. البحر برضو قدامك وفي مراكب والدنيا ظريفه. فكره انها شايفه البحر، هي شقه شايفه البحر والفيو ظريف يعني متواضع. عندك هنا انتريه يعني، في تقريبا انتريه وكرسي 3 اماكن، وفي قدامهم برضو يقدر 6 اشخاص يقدروا يقعدوا ان هم يفرجوا على البحر كده، وهم قاعدين بيسترخوا، يبقى قاعد كده ومريح وشايف البحر. كنبه لطيفه صراحه يعني، القعده عليها مريحه وانت مرتاح قاعد، مش مخيفه زي الكرسي التاني ده يعني. الكرسي التاني صراحه مخيف ازيد من اللازم. خلينا نتكلم شويه عن الايجابيات في المكان. اول حاجه السعر، السعر هنا رهيب يعني. احنا هنا سعر الشقه ديت 350 جنيه في التوقيت اللي احنا فيه، وفي ظل غلاء الاسعار السعر ده تقريبا انا ما شفتوش تماما عن سعر شقق في الفتره ديت، او حتى انا سالته هل السعر ده دلوقتي بس عشان احنا في لو سيزون ولا في الصيف، قال لي لا في الصيف كمان 350، يوم ما بيرفع قوي بيبقى 400
150 حاجه زي كده. فالسعر يمكن اقل سعر شفته لشقه في اسكندريه لحد دلوقتي. الحاجه الايجابيه الثانيه هي الفيو. الفيو كويس يعني، فيو مش وحش، فيو لطيف. بالنسبه بقى للسلبيات في المكان، بالنسبه لي انا اكتر حاجه سلبيه ما اقدرش اتقاضى عنها هي التراب. الشقه مش نظيفه تماما، تراب في كل حته. مش بس كده، التراب موجود في المخدات وموجود في الملايات وموجود في كل حته، موجود في كل حاجه تقريبا. فده قله نظافه، فده حاجه ما تقدرش انت تتقاضى عنها، انك انت ممكن تتعب تراب او من فكره عدم النظافه. فقيمه مقابل سعر يعني كسعر انت ما تتوقعش انت تاخد حاجه واو، ولكن على الاقل تكون نظيف. خلاص هنا تعالوا نشوف واحده من الشقق الفخمه في اسكندريه. يلا بينا. وصلنا بقى عند الشقه الفخمه. لو انت بقى موجود في اسكندريه وعايز تنزل في مكان فخم، فدي واحده من الشقق اللي ممكن تحجز فيها. فخلينا نتفرج شكل الشقه من جوه عامل ازاي. اول حاجه بقى بتقابلك هي المطبخ. اكيد طبعا انت موجود في شقه فخمه، فتوقع ان كل التجهيزات تكون موجوده. ثلاجه طبعا كبيره ال جي ظريفه من جوه، واسعه بحيث ان انت لو قاعد مده طويله تقدر ان انت تخزن اي حاجه انت عايز تخزنها. برده في مايكرويف وكاتل وطبعا غساله. خلينا نشوف ايه اللي موجود هنا. برده يعني ايه صينيه واطباق، شويه حاجات على الخفيف كده، تجهيزات للسكر والشاي وكده. خلينا نشوف ايه اللي موجود هنا. طبعا برده في اطباق انت عايز تاكل او حاجه او كده، واسع وصغير كبير كل اللي انت عايزه. عندك برده طبعا كوبايات، كوبايات عصير وكوبايات شاي، في كل التجهيزات. صواني مثلا لو انت عايز تحط كوبايه بقى على صواني انت خارج كده وبتاع، في كل حاجه. انت مش هتعطل في حته ان انت تلاقي حاجه من التجهيزات ناقصاك. بوتاجاز طبعا اربع عيون برضه ظريف يقد الغرض. فناجين قهوه كده قديمه شكلها كلاسيكي شويه، في فنجان كده مش هو صغير قوي ولا كبير، يعني هو ده الحجم المظبوط بتاع القهوه. بحلول ان هو صايم بس. برضه في هنا حلل، صواني لو انت عايز اي حاجه كله موجود. برضه مجموعه معالق وشوك وسكاكين. بنقول ان كل التجهيزات موجوده. انا واحد من الناس ما بفضلش الصراحه ان استخدم الحاجات اللي موجوده قوي في الشقه، فبجيب بقى حاجات بلاستيكيه، حاجات اللي هي تنفعني فتره اجازتي بس. خلينا نشوف بقيه الشقه. طبعا بقى المكان هنا مش عايز اقول لك، المكان هنا واسع بشكل رهيب. صاله فيه هنا اول قاعده تبقى قاعد كده بتفرج على التلفزيون. التلفزيون برضه اعتقد ده 42 بوصه، فتبقى قاعد كده ايه مروق على نفسك. في هنا سفره، وهنا في برضو كنبتين ممكن تكفي 8 اشخاص اعتقد. القعده مريحه والله. طبعا بقى مش عايز اكلمك على الفيو، شايف اسكندريه كلها، شايف البحر بوضوح. انا من نوعيه الناس ما بحبش الادوار العاليه قوي، يعني بحب ان انا اكون في دور قريب شويه عشان استمتع برضو بالمنظر الرائع ده. فانت شايف الكورنيش كله تقريبا، الفيو بتاع اسكندريه ده قادر ان هو يخرج من اي مود سيء. اشوف بقيه الشقه. من الحاجات الظريفه جدا برضو ان انت عندك راوتر موجود في الشقه، يعني انت لو عايز تخش على النت او حاجه، علاج كبير موجود في الشقه، حد باقته خلصت، فكره ان في راوتر موجود ده شيء ظريف. تعالوا مع بعض نتفرج على غرفه. كده المفروض ان دي غرفه اطفال، يعني من وجهه نظر تحس انها مش غرفه اطفال قوي، لان السرير ده مش سرير اطفال. يعني السرير ممكن ياخد شخصين عادي جدا. سرير كبير يعني اكبر من المقاسات الصغيره، المقاسات اللي هي التوين ده اعتقد 140 سم حاجه زي كده. حاسس ان هو سرير ماستر، يعني مش سرير غرفه اطفال او حاجه، هم بس يعني مديك الانطباع انها غرفه صغيره شويه. عندك هنا برده دولاب ظريف يعني البسيط. الظريف بقى اللي موجود فيه تكييف هنا، يعني الغرفه مكيفه. طيف اسكندريه بيبقى شادد شويه، ففكره ان في تكييف موجود حاجه كويسه. حلو جدا في الغرفه ديت. اللي عجبني صراحه ان انت عندك فيوهين للبحر، فيو على اليمين فيو على الشمال، مستمتع بالبحر من كل اتجاه، انت شايفه من كل حته تقريبا. شغل عالي، شغل من الاخر. بلكونه حكايه برضو ايه، يعني واخده منظر بانوراما للكورنيش. برضو عندك هنا غرفه يعني ظريفه، بس ما اعتقدش ان دي غرفه الماستر، يعني هي صغيره شويه. سرير كبير، الديكورات خفيفه، الدنيا بسيطه، في تكييف في الغرفه، ففكره ان الغرف هنا كلها مكيفه صراحه ده حاجه جامده جدا. ده اللي بيميز الشقق الفخمه، ان انت بتلاقي التجهيزات فيها عاليه، يعني ما بتتعبش في قصه التجهيزات. برضو ليك اكسس على البلكونه هنا، فتقدر بقى انت تفتح بلكونه تقعد بقى تشرب شاي قهوه تستمتع بالمنظر. تعال نشوف الحمام مع بعض. انا بقى من الناس اللي بتحب اللون الرمادي صراحه، من محبين اللون الرمادي. برغم ان الحمام صغير شويه، ولكن فكره اللون الرمادي ديت بالنسبه لي انا مبهجه شويه. طبعا يعني هو الحمام بسيط برده، الدنيا ظريفه، كل حاجه موجوده. الحمام برده شكله نظيف، يعني مفيش حاجه متوسخه، مفيش حاجه مصديه، الدنيا شكلها شيك، سنس فخامه شويه. دي المفروض انها اوضه النوم الرئيسيه. عندك طبعا بقى السرير كبير، في تابلو كده دمه خفيف، برده غرفه مكيفه. قدام السرير على طول في شاشه 32 بوصه براند توشيبا. قدام السرير على طول وانت نايم ايه، عايز تشغل مسلسل، عايز تشغل فيلم، تدلع نفسك شويه، الدنيا دمها خفيف. والظريف برده هنا ان انت عندك حمام، يعني جوه غرفه في حمام داخلي. تعال نبص بس عليه. برضه الحمام يعني برغم ان هو جوه الغرفه، ولكن يعني حاسس ان هو واسع. الدنيا برضه ايه فيها براحل اللي انت تروح وتيجي وكده. الحمامات دايما اللي هي بتبقى داخل الغرف بتبقى اصغر من كده، ولكن الحمام عموما ظريف، دمه خفيف برضه. يعني اعتقد ان هو نفس مساحه اللي بره، ممكن اصغر حاجه بسيطه. الشقه موجوده في منطقه المحروسه. سعر الشقه ديت في الصيف ممكن يوصل ل 2000 جنيه، ممكن اكتر من كده على حسب الوقت اللي انت هتحجز فيه وعلى حسب ضغطه السيزون. شقه اختيار كويس لو انتوا مثلا اسره كبيره خمس اشخاص، يعني اعتقد هتبقوا مرتاحين جدا في القعده. اللطيف في الموضوع ان انت في المنطقه ديت، منطقه محروسه، جنبك كل حاجه تقريبا، في صيدليه، في مطاعم، كل حاجه على البحر على طول. مميزات كتير جدا لو انت هتحجز شقه زي كده. كده شفنا واحده من الشقق الرخيصه موجوده في اسكندريه، وشفنا واحده من الشقق الفخمه موجوده في اسكندريه. فانت ليك حريه الاختيار، يعني عايز تختار كده عايز تختار كده براحتك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وفولو، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.